كيف جوات؟ هاي جايز، اليوم عنا فيديو طبخ يا جماعة، بس حيكون في شوية اختلاف لأنه راح أطبخ شغلات بدون ما أشوف وصفاتهم على النت، يعني حطبخ باستخدام خبرتي فقط. وعد مني ححاول قد ما بقدر، جد ححاول هالمرة أطلع بإشي زاكي عشان أعزم الشباب عليه. اليوم هدفنا بدنا نعمل منسف وعيد ميلاد زغلول أصل اليوم وزغلول جاي، فبنعمل له كيك كمان. وهلأ مشوارنا حيكون على السوبر ماركت، أوكي؟ راح أختار مكونات بعفوية يعني حسب الإحساس. أوكي حلو. جميد سائل، أوكي جايز؟ ولا غلطة، جميد سائل. حسوي منسف دجاج مو منسف لحمة لأنه دجاج كثير أسهل. رز. ران. في بهارات. بهارات كبة. لا، بهارات همبرجر. كمون. كمون صح؟ حطوا كمون. أوه، فيش بهارات منسف؟ زيت. هاها لو سمحت اسالك سؤال، بس المنسف في كمون ولا لا؟ لا. تأكد؟ تأكد. خلص. والكيكة كيكة ايش؟ كيك كيف تنعمل؟ شوف حاسس في شيء من هون لازم اخذ الكيك. حاسس شغلات كيك. اوكي الاشياء اللي لها صوت كيك حاشتريها. كسترو شو؟ هات. فانيلا، حطوا فانيلا على الكيك. اوه هاي صورة كيك، حالي خالد. الكيك شو في جوا الكيك؟ في بيض، طحين، حليب، زيت، بيكنج باودر. بيض، طحين، حليب، بيض، طحين، حليب وملح. خل صح، خل. بدك دورات عندي انا جاهز طبعا اكيد اكيد اصفر للرز بس اصفر شو العصفر اشي اول ما اسمع فيه العصفر بس الكمون الواضح انه في اجماع انه ما في كمون الكمون اوكي بس ترى شو شايف كل حيوان هسه برجعها مكانها اوكي لا تيأس فالخير بناكر وانت ارجع عند بابا وماما لازم انزل انتخاباتي خلق واخلاق وجمال يعني جمال داخل وخارج سبحان الله يا اكتب ما شاء الله على الشاشه بس شو الفرق بين الكزبره والبقدونس هذا جد سؤال يعني في هاي ممكن تكون بقدونس وفي هاي ممكن تكون بقدونس ما بعرف صراحه جو التنتين وين السكر يا زلمه من هون هلا والله يا جايز اوكي اجى وقت حاليا الشباب جايين على الطريق لهون عشان يذوقوا طبخي فلازم نبدا طبخ على طول ان شاء الله اذا انت مو مشترك اشترك اوه الفيديو الجاي احتمال نسافر مكان بدي اياك تتوقعوا في التعليقات شو المكان اللي حسافر عليه اوش بدنا نغسل الرز ما بتعرف ايش ممكن يكون صار للرز قبل يعني ممكن يكون حاطين عليه هرمونات ممكن يكون حدا متعطس عليه ممكن يكون فار عطس عليه طيب اقطع البصل ما بعمل اي كونتاكت مع البصل عشان ما اصير ادمع هون الخدع دائما لما تطلع على البصل وتتقطع يا زلمة كثير حريف في الطبخ عادة استخدم بس خبرتي في حجم البصل عارف هيك حافظ الابعاد تبعت البصل فعادة اقطع بدون عيني لونه مش اصفر اوكي حنكثر سمنه عشان يصير لونه اصفر بلكي بشوف المنسف العادي في امي بتعمله بقول زي هيك نقط زيت قدام فوق فعشان هيك حطيت عليه زيت شو هاد في شي غلط استنى يمكن انه شو بخلطه يا حبيبي يا رب ما يطلع كله هيك مالح والله يفضحوني شباب اوكي الحمد لله ليه هيك طلعت لقمه كثير مالحه غريب عشو راح بحط بهارات المنسف على المنس على واو صار اصفر هذا الشيء اللي بخلي الرز اصفر بهارات المنسف هيك احنا ليش ما نعمل كيك اللي انت بتعمل لازم الواحد يركز الشيف الذكي
بيعطي كل إشي حقه. تخيل لا سمح الله أسوي كيك ومنسى في نفس الوقت، ولا الكيك ولا منسف يزبط. أوه صح نسيت الدجاج. ركز هلا. لا تمزح معي. طبخ مطبوخ كبير، طبخنا الدجاج. شوف يا جماعة الصبر، صبرت على الدجاج لحد ما طبخ الدجاج نفسه مو مصدق انه طبخ بدون أي أذى. يعني الدجاج لحد ما أنا مصدوم من حالي والله. شوف المنظر بس برو. أعتقد هذا البقدونس والله أعلم. هيك خلصنا الطبق الاول، والان راح نطبخ كيكه ابو زغلول. ابو زغلول هي جاء على الطريق فاحنا بنعمل له كيكه كثير زاكيه، فنبدا. ليتس جو. اول شيء طحين. لا يا زلمه مي او طحين ما حصل صحن. سكر والله ذاك الكيس حسن، والله حاسس فيها الهاي وحاسها عالقة هون هيك. حط حليب كيك كيك سكر برضو. هاخد البيضة المكسورة عشان ما يتكب شيء. كان في بيضة مكسورة يا جماعة أخذتها عشان ما تنكب يا جماعة. صعب الله عليك حط لنا أغاني أحسن. ولآخر لحظة اصنع مع طلع. او ما جاي بيد واحدة. ايه ايش تبيض. نايس. بس احنا بنحطها هيك. اوكي هسا ممكن ما تعبي كل الصينية، بس بدك تعرف انها هي بتتضخم. تتضخم بعدين. اوش ليش في لسه طحين. هسا بضيف شوكليت. بصير احط مارشميلو عليها. ايش هذا المخ؟ حط عليه مارشميلو نضيف نكهه فاهمين الشيف. وهيك هاي لازم احطها بالفرن على حراره شيء مئوي هيك. ما قلت ولا لحالها ولا شو الوضع. يا الله لازم اولعها من جوا. وقتك الولاعه خربانه. نايس كانت الولاعه خربانه. اسمع تقول عندي 20 سنة خبرة توليع فرن. طلع فرجيهم قديش توليعتي خرافية. مستناها هسا تستوي يا جايز. شوفك بيبي. باي باي. طيب هسا حنستنى الشباب بيجوا وبنبلش ناكل الكيك. إذا أنت مو مشترك اشترك، وهي الشباب على الطريق. يلا ليتس جو. هلا والله يا جايز. هلا يا كبير. أنا أول مرة أجي أجرب الصراحة. زكي؟ والله زكي. يا زكي جد؟ والله زكي. لا عليك زكي. والله زكي. في شعر، في شعر بثمك. في شعر، في شعر، في شعر، في شعر. شعرة أحمد. ليش 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 بتقف علي؟ بتقف علي أنا يعني. فسحني عاد. لو سمحت هاي الشعرة أنت لقيتها جوا الأكل؟ طيب دقيقة. بزغلول هي جوا الأكل؟ لا لا أنا جوا حلقي دائما بكون في شعر. دقيقة دقيقة. طيب هسا مين نفس أنت نفس؟ يلا. طيب. كنت زكي. والله. بسم الله نشوف. بس انا حيتف علي انا عارف. زاكي. لا جد زاكي. زاكي براتو. واو. صح يا جماعه حاسس بالفخر بطريقه مش طبيعيه. يلا هاي رابع مره بتسمع. اه صح هي جد هيك. حطت بصاري. انا بفش. ايه ايه بيبي. كم كم تقييم؟ كم تقييم 10؟ 8. لا برو. والله ما كنتش مصدق. ها 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 ايش ايش في بوزاك؟ اها بس مر مر. اه هو مش صح مر. اه هو هيك في في شحطه. يلا جرب اكلي. ايش يعني الشيف انه اكثر واحد بيكون شديد على حاله. استنى يا شيف لازم نصب لك. صب لي صب لي بالله. اه تفضل اخوي. اوف 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 اوف. رهيب.
والله زاكي. جد زاكي. تعرف انا فخور والله. جد قاعدين باكلوا. ده هاي اول ما تحدث لنا باي فيديو طبخ الكل قاعد باكل مش عشان الفيديو. اليوم عيد ميلادي وجاب لي عمل اكل زاكي. لسه عملت لك كيكه. لا. هابي بيرثدي تو يو. هابي بس انا حطيت عليها مارشميلو بس انحرق المارشميلو. بس خليني اتمنى امنيه. لا يلا صح اتمنى. تعرف كيف صور الاراضي بعد البركان تكون هيك؟ والله اسمع اوف صح زي الارض بعد البركان. والله حلو التشبيه. مين عنده كمان تشبيه؟ يلا زور انت اول واحد. انا قلت اول واحد عشان عيد ميلادي طبعا. والله يا جماعه المنظر ايش هذا؟ طب هذا الصوص ليه ما حطيت لي اياه؟ كل انت ما عليك. اوه هي مو مستويه كامل. فاين ايش شو رايك؟ ايش يا اخوي؟ الواحد من عشرة كم؟ صفر. ايه انا عارف انا عارف انا عارف السبب. ما احط مارشميلو. حط مارشميلو كل مره ثانيه. معقول هيك؟ لا ما تفهم. اعطيني اقسم بالله. انا ما اشوفه ما اشوفه. والله انا كمان والله وجهه جديد. هذا وجهه جديد شفنا. يا ابو كده جبت لي كيكة جاهز. يلا يشحن وطلع ايدي صارت دبك. هيا سكر يا غبي. خلاص اسمع انا متذوق متذوق حلو كثير. الحلبين اللي حطيته زاكي حسيت بقساوته. حلبينو ايش؟ الحلبينو بابا دي فاين. زاكي؟ زاكي؟ هاي كمان والله كفو. اسمع ترى هناك ترى ايش في؟ اسمع دي زاكي. الملمس تبعه والهاي كثير استوي والله فلافي. بقدر اكلها كلها والله. بقدر اكل كل يوم والله. يلا ادينا خلاص. لا والله يعني خلص صحن كامل. والله احط لك كمان. والله لا انا عامل دايت. والله ما بقدر. لا والله اسمع ما بقدر. اسمع اخوي خلاص والله ما بقدر. شغل يا زلمه. دقيقه 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 وكل واحد يدف جنبي. انا قاعد يدف عندي. اسمع نقينا من ايوه مالك مالك عندنا الموضوع. والله بعزه غمض عيونك وكل. ليش اغمض عيوني؟ ريحت زي شفت الخل عادي. عاد شم 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 شم. اوه نسيت احط خل. هي هاي اللي ضيعت الطعم. والله اوه خلصته. اها اخر رقم. ما شاء الله يا اخي. ما شاء الله اقسم بالله لازم اكل اخر رقم. ول ول والله يلا حكينا. ول لا تشم. زودت غلط منظرك. ليه؟ والله منظرك سيء جدا. لا والله لا اسمع هيك. لا هو اسمع لا كان معقول لي. ليش تقاطعنا مالك؟ ارجع هيك شوي يا زلمه. ايش شو مالك؟ والله بحكي مع ناس يعني غيران عشان عيد ميلادي. انا ما اسوي لك هيك. ما اسوي لك هيك. احمد الله. خلاص حبيبي ابو الزغبي. حبيبي ابو الزغبي. والله يسعدك. والله تكسر حبيبي. حبيبي يا جماعه. طبعا لا شك انه الكيكه كان مشروع فاشل. لهلا مو عارف شو السبب. يمكن نوع الطحين سيء. نوع الطحين ايش ايش نوع الجاي؟ مكتوب على الطحين ما تجيب. شكرا يا جايز لكم جيتو. قنوات الكل في الديسكربشن. طيب يا جماعه كل شيء يكون فيديو في تعليق واحكوا لي احكوا لي شو الغلط في الكيكه عشان اعرف المره الجايه احاول اطبقها. سبسكرايب اذا مو من سبسكرايب. شكرا يا وحوش. بيس. لا توجع لي راسي خد جزره والله لك مش فاضي خد جزره.